السلام عليكم. لحظه لحظه. السلام عليكم. وش صاير؟ الحساد ما تشوفون كسر بيت عن الحسد عن العيون سياره جديده عن الحسد وعن العين تكسر بيض على السيارة. ايه كم مرة يكنسلون لي سيارة مع الحقيقة سيارة جديدة تكنسل يضربونها عيون وخلاص. لا لا يا سيد يا حبيبي خسرت لك شيتة بيضة الحين على التكسير على السيارة الجديدة وشمختها. إذا حبيبي تنبي تنقذ نفسك من الحسد من العين الصدقة أفضل. يعني هالفلوس اللي دفعتها في الشيتة البيض هذه لو ما صدق بها عشان سلامتك وسلامة السيارة أفضل إليك. لكن تدري الليلة أنا عندي محاضرة في مؤتمر المركز الساعة 10:30 عن العين وعن الحسد. حياك وتعرف كل شيء. هل هذا حقيقة أو خرافة؟ إن شاء الله نجيكم إن شاء الله الساعة 10:30. عشر ونص إن شاء الله. بارك.